زدنا في استقصيان راديا تقول توفي والدها منذ 5 أشهر ترك مبلغ من المال زايد واستشارت الوالدة هل يمكن أن تتصرف في هذا المبلغ وتصرف فيه راضية ثم زورت هذه رحمة ربي فافام ثلاث يعفو يرحم في السنات إيجاد ذريم ولا ما شويط ولا ما شويط ربي سبحانه يناد مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة الآية في السبعة ذي من سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ربي قال قليل ولا كثير يعتبر ميراث أما الشوطة ماذا طاس هذه فضوض التركة إذن فهو ميراث وانت يا راضية كي قلتي لي ماك خليه ليك لا خاطي لأنه أنت تصرفي في حقك فقط مادام كين ورث الآخرين لازم يتشاوروا أنت تقدر تشاوريهم تقول لهم والله غير أنا مادام شفت دراه ماشي بزاف وكذا قلت لي ما خليه ليك وكذا واش رايكم إذا كان قبله خلاص يولي تنازل منكم أنتم تنازلتوا عن الحق نتاعكم في الميراث تتصرف فيه إماكم بكل حرية أما إذا كان محبوش باقي الورثة فهو ميراث يقسم طبقا للفريضة الشرعية كما قال ربنا فريضة من الله وكما قال قبل ذلك في الآية السابعة من سورة النساء قال مما قل منه أو كثر نصيب المفروضة هكا تفهمنا راضية مادام يماك خباتو إذن مازال دراهم عندها يلا روحي راجعي هذه المسألة إذا قدرتي اليوم تفريها يعني من العشية تفريها إن شاء الله وسهلة هكذا